اكتر حاجه حبيتها بيب جوارديولا انه عرف ان حوار الدوري وان هو المنافسه على الدوري دلوقتي فكره مستحيله وفكره من الفراغ ومن العدم، فانت محتاج ان انت تدور على طرق لعب جديده وتدور كمان على اي حاجه جديده علشان تحل المعضله بتاعت نص الملعب في غياب ديفيد سيلفا. فالنهارده الفرقه كانت كويسه، بس الصراحه اسوء حاجه بموسم مانشستر سيتي السنه دي هو اداء رياض محرز العالمي وان الفرقه وحشه. تقول لي ازاي؟ هقول لك رياض محرز مظلوم في كل اللي بيحصل معاه الموسم ده. رياض محرز واحد من نجوم الموسم، الا ما يكون هو النجم الاول في مانشستر سيتي، بس للاسف الشديد الفرقه خانته ما كانتش على العهد، يعني الرياض فوق قوي والفرقة تحتيه بمراحل. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على مباراه مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد. بس قبل ما نتكلم على الفيديو، مش تخسر اي حاجه يا صاحبي لو عديت كده عملت لايك او حتى عملت سبسكرايب لاخوك في القناه. احنا هنتكلم على الدوري الانجليزي وبنتكلم في الماتشات وبنتكلم بطريقه مبسطه من غير ما ندور على اي حواديت ومن غير ما ندور على اي حواديت، ونبدا بالبدايه. البدايه النهارده بيب جوارديولا بيبدا بال 3 4 2 1. 3 4 2 1 كانت ممتازه جدا في عوده امريك لابورتو. كلنا بصراحه حابين فكره ان لابورتو يرجع تاني. اخوك مشجع مانشستر وسيتي هاوي من ايام 2015 هاوي، فبنحب مانشستر سيتي مع الاسف الشديد، ومانشستر سيتي النهارده كسب عوده لابورتو، حاجه كويسه. بس الحاجه اللي مش كويسه هو اوتاماندي. اوتاماندي برنس بصراحه، يعني حطه في اي حته هتلاقيه يعمل لك مشاكل، حطه ناحيه اليمين هتلاقيه يعمل مشاكل، حطه ناحيه الدفاع الشمال في الجانب الدفاعي برضه عامل مشاكل. فالراجل النهارده لعب له بالثلاثه وحطه في العمق برضه، الراجل زي الزفت هو على العهد على طول. واستمرار فرناندينيو مساك ثالث. فرناندينيو مساك ثالث مش فكره فاشله، بس فكره فاشله لما بتكون بتلعب ضغط عالي وبتلعب ضغط متقدم ودفاع متقدم. انما في الحاله اللي مانشستر سيتي بدا يلعب بيها اللي هو واقعيه يا عم الحاج وبالراحه كده، ما نطلعش نهاجم علشان خاطر ما نلبس في الدفاع، بقت حاله ممتازه، خصوصا ان انت قدامك اربعه، اربعه من ناحيه اليمين كايل ووكر، ناحيه الشمال الكسندر زولتشينكو، واثنين في النص موجود كيفن دي بروين ورودريجو، وكمان قدامهم رياض ورحيم، مهاجم وحيد جابرييل باشا جيسوس اللي هو ضيع كل حاجه، حتى ضربه الجزاء برده ما عرفش يجيبها. شوط اول ما بنلاقيش ان مانشستر سيتي عامل اداء ممتاز، لان احنا قدامنا فرقه اسمها شيفيلد يونايتد 3 5 2 ليوم الدين، و3 5 2 زي ما الكتاب بيقول، ونص ملعب فيه معارك يعني، وفرقه البدني بتاعها ممتاز، فرقه طالعه من الدرجه الثانيه واخده مركز سابع وغالبا كده هتروح لليوروبا ليج السنه الجايه بما ان ارسنال مش فاضي والكلام ده. فالفرقه اللي قدامك فرقه مش سيئه، انت بتدور على ان انت تلاقي حلول جديده لنص الملعب. ال 4 3 3 ما بقتش متاحه، خصوصا ان فرناندينيو بقى مساك، ورودريجو لسه مش عارف يحل قوي المشاكل بتاعه الاختلافات بين الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، فرودريجو عنده مشاكل كتير قوي في ال 4 3 3. حوش كمان ان انت جنبك ديفيد سيلفا مش موجود، ولما ديفيد سيلفا بيبقى موجود ما يبقاش هو نفس ديفيد سيلفا بتاع السنتين اللي فاتوا، وكمان كيفن دي بروين اللي هو ممكن تلاقيه في ماتش نجم المباراه وفي ماتش ثاني تلاقيه دروب. كيفن دي بروين النهارده الارقام بتساعده وهو خد اعلى تقييم في سوبر سكور، بس هو اللي خلاه خد اعلى تقييم ان هو عمل اسيست لسيرجيو اجويرو، انما غير كده رياض محرز كان واخد تقييم اعلى منه بكتير. حتى لقطه الشوط الاول كان رياض محرز بطلها، اللي هو رياض محرز بيعدي من الاثنين وبياخد ضربه جزاء علشان خاطر جيسوس بس هيخش يضيعها. غير كده كمان الشوط الثاني الفرقه برده هو نفس النهج، وهو الفرقه بتلعب بخطوط متوازنه. مانشستر سيتي النهارده ما كانش نازل يهاجم ونازل يستاسد وياخد الكوره ويسيطر على الكوره واللي قدامه يلعب هجمات مرتده علشان خاطر يستغل ضعف المساكين والكلام ده. مانشستر سيتي بيستقبل لعب. مانشستر سيتي بيب جوارديولا النهارده كان بيستقبل اللعب، يعني بيب جوارديولا الفلسفي العبقري خلاص لازم يتخلى عن شويه حاجات كده، ان انا نص الملعب بتاعي فيه شويه مشاكل، فانا لو حبيت اعمل الفلسفه اللي انا بحبها والتيكي تاكا والضغط العالي والهجوم ضاغط، وان الرجاله بتاعتي اي حد لو بيمسك كوره بنلاقي ان عليه ضغط عكسي والكلام ده، لا بيب جوارديولا قال لك بس احنا عندنا اتنين مساكين زي الزفت ونص الملعب زي الزفت، احنا نستقبل اللعب ونلعب على المرتدات. عندنا رحيم المفروض انه سريع، وجيسوس سريع، ورياض محرز سريع جدا، وكمان كيفن دي بروين سريع وعينه حلوه وهو معاه الكوره فبيشوف اي حد طالع له من اليمين او الشمال، خصوصا ان انت عندك واجبات عادي واجبات هجوميه الاثنين اللي على الاطراف اللي هو زيرتشينكو ناحيه الشمال وكمان كايل ووكر. بص التشكيله دي مانشستر سيتي بيلعب بيها النهارده، يعني الفرقه اخيرا فول تيم. لما تلاقي ان الفرقه فول تيم في الجوله 24 واول ماتش في الدوري الفرقه بتبقى فيه كامله، اعرف ان انت فكره المنافسه على الدوري دي فكره مضحكه. مانشستر سيتي النهارده ما كانش ممتاز وما كانش واو، هو كان عادي وفي المجمل وفي الطبيعي. النهارده عرف يجيب ثلاث نقط في ملعب صعب جدا قدام خصم رخم، وعرف ان هو يامن على المركز الثاني، والمركز الثاني خلاص هنفضل مامنين عليه، لان فكره المنافسه على الدوري مع ليفربول هي فكره وهميه وفكره ممكن نكون بنضحك بيها على نفسنا، بس مع الاسف الشديد مضطرين احنا نتحمل ان احنا نكون مركز ثاني والتركيز كله على دوري الابطال.
بص، ماتش النهارده ما كانش فيه حاجات واو زي ما قلت لك. مانشستر سيتي النهارده كان طبيعي وعادي جدا. مانشستر سيتي ممكن يكون مانشستر سيتي حرفيا شاط 18 كره على المرمى، فيهم خمسه بس على الثلاث خشبات. فمانشستر سيتي ما عملش فرص كتيره. مانشستر سيتي بيحاول يدور على طرق لعب جديده، وبيحاول يدور على منافس جديده، وكمان بنحاول ان احنا نفهم ايه سبب تراجع رحيم ستيرلينج، وكمان سبب تراجع ديفيد سيلفا وبرنالدو. برنالدو هو اللي متراجع جدا من الموسم ده. برنالدو ممكن تلاقيه ماتش توب، واو، من ماتشين تاني تلاقيه زي الزفت. الفرقه كلها منظومه من الاخر كده زي ما قلت لك في البدايه، خانه رياض. رياض عامل موسم ممتاز وعامل اداء جيد جدا في كل مباراه بيلعب بيها اساسي، او حتى كل مباراه بينزل بيها من على الخط. بس للاسف زي ما قلت لك رياض لوحده مش كفايه على ان هو يقوم منظومه دفاعها سيء وحارس مرماها مذبذب، لما بتكون انت محتاج يكون راسي وهادي. ومنظومه كلها السنه دي زي ما قلت لك هي اسوأ سنه لمانشستر سيتي. فخلاص ربنا يعدي على خير. مركز تاني احسن من ما فيش. اما ان احنا ننافس ليفربول زي ما قلت لك تاني وتالت ورابع، احنا مش بتوع دوري السنه دي، ومبروك عليهم بالدوري، وان شاء الله ربنا يوفقهم بالدوري. بص يا اسطى، مش هخسر اي حاجه لو عملت لايك وسبسكرايب، لا هو عيب ولا هو حرام. شكرا انك كملت الفيديو معايا لاخره، ده لو كملته لاخره.